الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، الدرس اليوم فيها لغة فرنسية وإنجليزية ونيجيرية، فالإخوة تتفتح معي، وإذا احتاجوا لمترجم سنأتيه بالمترجم. فالله يبارك فيكم، فتحوا الذهن الآن ما فيما سيأتيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أمي شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ابن زيد، فكرهته. ثم قال انكحي أسامة ابن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. جزاك الله خير. هذه الشريعة الغراء، كما نظرنا إلى السنغالي والنيجيري والمجري والمصري والعربي والأوروبي، الكل يجلس بعضه بجانب بعض، والفارق بينهما ليس اللون ولا اللسان، الفارق بينهما ما أضمر في القلوب. قال الله جل في علاه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أصلا أصيلا لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها، وهي الحسيبة سهرية، هي الحسيبة القرشية النسيبة الجميلة. قال الزبير بن عوام كانت نبيلة، كانت من النبل بمكان، لذلك كانوا يحفظون عنها لما علموا أنها على عدة، كانوا يتسارعون ويتسابقون إليها، فكانت امرأة جليلة ذات مكان رفيع. طلقها زوجها وعمر بن حفص، كان مع علي في أرجح الأقوال رضي الله عنه وارضاه عندما بعث إلى اليمن، فطلقها الطلقة الثالثة. وهذه أرجح الروايات أنها كانت قد بقيت معه على طلقة، طلقها الأولى والثانية، ثم لما سافر مع علي بن أبي طالب بقيت طلقة، فطلقها هذه الطلقة، طلقها فبت طلاقها، بت طلاقها يعني قطع الأمر بينه وبينها، ما في ما يردها بحال
من الأحوال، فقد طلقها ثلاثا يعني الطلقة الثالثة، وبعث إليها بوكيله ببعض المتعة، لا النفقة والسكنة، ببعض المتعة من شعير، فسخطته، سخطته لا لمسألة طمع النفس، بل هي رأت أن حقها فوق هذا، فلذلك سخطت ما جاءها حتى ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد حقها، فبين لها لا حق لها إلا ما بعث لها كرامة منه له لرفع الضرر عنها. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، يعرض لها بالنكاح. لذلك بعضهم قال أنها رفضت أسامة لما عرضه على أنها كانت تؤمل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يعرض لها حتى يأخذها، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالت خطبني أبو جهل ومعاوية، فقال لها أما أبو جهل فرجل لا يترك العصر من على عاتقيه. في بعض الروايات جاءت أن اجتهد المفسرون ما معنى لا يترك العصر، بعض العلماء اجتهد في تفسير ذلك قال يسافر كثيرا، وبعضهم قالوا كان يضرب النساء، وبعضهم قالوا لا التفسير كان يجامع كثيرا، وهذا كلام بعيد. الصحيح بعض الروايات صرحت بأنه كان ضرابا للنساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخيركم من يضرب النساء. وقالت خطبني معاوية، ولنعم ما خطب معاوية ليس من كأحد الناس، هو يبلغ السرايا كما قالت هند أمه. فمعاوية رضي الله عنه وأرضاه من الفضل بمكان، لكن عند التمايز عندما يشتركون جميعا في الفضل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لها الإيش؟ الأفضل، وهم يشتركون جميعا باتفاق في الفضل، كل الصحابة عدول وكل الصحابة أهل خير وأهل فضل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وأما معاوية فصعلوك، وصعلوك ليست مسبة يعني لا مال له، ولأن النفقة تحتاج أو الزواج يحتاج إلى نفق، وهذا أيضا عند التمايز يعني عند الاستواء، استويا في التقى، استويا في الخير في الصلاح، ينظر هنا للمال، لكن عند عدم الاستواء الأتقى فالأتقى، زوجها التقي النقي، إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يهنها. فقال لها انكحي أسامة، فنظرت أسامة أنا القرشية الحسيبة النسيبة، أسامة مولى من الموالي، بل كانوا يقولون أشد الناس سوادا، وهي قالت أسود أفطس أسامة، انكحي أسامة، فقلبت يدها غاضبة لا أنكح أسامة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة، طاعة الله ورسوله خير لك. قالت ما بد يعني ما وجدت بدا إلا أن أسمع وأطيع، شوف إلى الخير، الخير في المآل ما جاء إلا بالتسليم التام والانقياد التام للمعارضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فنكحت أسامة فاغتبطت به، وجدت الخير والبركة مع أسامة، لا سيما وأنه صاحب طاعة، هو حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، المسألة هناك مسائل سنرجعها ومسائل إن شاء الله نأتي بها على التفصيل. المسألة الأولى ما حق المطلقة ثلاثا، ما حق المطلقة ثلاثا، إذ المطلقة لها حالتان، الحالة الأولى طلاق رجع، مطلقة طلاقا رجعيا يعني يردها زوجها، ومطلقة طلاقا بائنة، فالتي طلقت الطلاق ثلاث والطلاق البائن، ما حقها على الزوج؟ هل لها النفقة في مدة العدة ولها السكنة أم لا؟ هذه المسألة، مسألة النفقة والسكنة للمطلقة ثلاثا، مسألة عويصة مشكلة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. أما القول الأول فهو قول جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية، قالوا لها السكنة دون النفقة، قالوا لها السكنة دون النفقة، واستدلوا على ذلك بالكتاب، قالوا قد قال الله جل في علاه أسكنوهن من حيث سكنتم، وهذه في سورة إيش؟ في سورة إيش؟ الطلاق، يبقى إذن السياق على الطلاق، فقال أسكنوهن عموما، أسكنوهن من حيث سكنتم، قالوا هذه آية محكمة تثبت حقها في السكنة. قالوا عندنا من ذلك ما يعضد أن هذا كلام عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكثير من فقهاء التابعين، بل الفقهاء السبعة يرون ذلك، فقهاء المدينة السبعة من التابعين يرون أن لها السكنة دون النفقة. ووقف أمامهم حديث ما يستطيعون يعني رده، ألا وهو أن حديث الباب قالت فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سكنة لك ولا نفق، قالوا نحن نقول بأنه لا نفق، وأما السكنة نقول لها السكن بالمحكم من الآيات، لا سيما وأنها يمكن أن يختلط عليها الأمر،
وقالوا والنفقة أيضا نأخذها، عدم النفقة نأخذه من كتاب الله، هذه أخذوها من قول الله جل في علاه كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. مفهوم المخالفة إن كنا حوائل لا حوامل فلا نفقة عليهن، قالوا هذا دليل واضح جلي. وأجابوا عن حديث فاطمة بنت قيس حديث الباب بأجوبة، منها أنهم قالوا لما أمرها نفسها أن تعتد في بيت أم شريك ثم بيت ابن أم مكتوم، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها لعلة لا لأنه لا حق لها في السكنة، قالوا كانت امرأة صليطة اللسان، وهذا كلام ما يصح أن يقال على صحابي، هذا نقل عن ابن المسيب ولا يمكن أن يقبل أن يقال في امرأة مثل هذه المرأة فاطمة بنت قيس مثل هذا الكلام. لكن قالوا فيها حدة في الخلق، والحدة ليس سوء خلق، الحدة ليس سوء خلق، فيها حدة على أحمائها، لذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل. وفي الرواية الأخرى أنها كانت في مكان موحش، لذلك قال العلماء جمع النقل بين علتين، علة المكان الموحش هي تخشى على نفسها من أحد يهجم عليها، والثانية هي كانت حادة على أحمائها، فلذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنتقل. وهذا ارتضاه ابن المسيب وارتضته عائشة، وكثير من الفقهاء قالوا بهذا التوجيه، قالوا فبقي عندنا الآن أن نقول بأن السكنة لا، وهي انتقلت من أجل العلل التي ذكرناها، والسكنة نقر بها من الأثر من الكتاب من الآية المحكمة العامة أسكنهن من حيث سكنت، هذا كلام الشافعية والمالكية. أما الأحناف فقد قالوا بأن لها السكنة والنفقة، واستدلوا بأدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقالوا أما السكنة فقد قال الله جل في علاه أسكنوهن من حيث سكنتم، قالوا أما النفقة قالوا باللزوم، إذ السكنة تحتاج إلى نفقة، وإذا كان الله جل وعلا قد أتى بالأولى فلازمها الثانية لابد أن تنجر معه، قالوا باللزوم أن السكنة تحتاج إلى نفقة فنقول بالنفقة. وقالوا أيضا من النظر أنه لما طلقها أوقع الضرر بها، وقلنا بالقاعدة التي تقول الضرر يزال، الضرر يزال، وإزالة الضرر بأن يمتع هذه المتعة أو قل ينفق عليها مدة العدة وأن يسكنها مدة العدة. وأجابوا عن حديث فاطمة بما لم يجب الأولون بحديث فاطمة، أجابوا على حديث فاطمة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نسيت أن أقول منهج عمر وقول عمر حجة لهم أيضا، لأنه صاحب سنة متبعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، فعمر سنة متبعة، وعمر قال لها السكنة ولها النفقة. ثم ردوا على فاطمة بنت قيس بما قاله عمر بن الخطاب، وقالوا إذا تعارض قول عمر وقول الصحابة بأسرهم فقول عمر يقدم. عمر قال لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لقول امرأة لا ندري حفظت أم ضيعت، لأن النساء ناقصات عقل ودين تنسى، هي أسرع الناس أسرع البشر إلى النسيان، فقال لا نترك كتاب ربنا، يقصد بذلك قول الله جل في علاه أسكنهن من حيث سكنتم، قال وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يقصد النفقة، وسنة نبينا لقول امرأة حفظت أم ضيعت. يبقى إذن عندهم من الأثر ومن النظر، وردوا على حديث فاطمة وهو حديث الباب. الحنابلة قالوا لها السكنة ولها النفقة، الحنابلة قالوا لها السكنة ولها النفقة، واستدلوا على ذلك بأدلة منها حديث الباب، وهذا هو أقوى الأدلة عندهم، أنها أن لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم الأحناف الذين قالوا لها السكنة والنفقة، أما الحنابلة قالوا ليس لها لا سكنة ولا نفقة، لا سكنة ولا نفقة، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، لأن لما ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم متسخطة غاضبة على ما أتاها من شعير قال لها ليس لك نفقة ولا سكنة، وأمرها أن ترحل إلى بيت أم شريك ثم حولها إلى بيت ابن أم مكتوم. وقالوا هذا حديث الباب عمدة فيما نقول، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على كل شيء. والصحيح الراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو قول الحنابلة أن المطلقة ثلاثا لا نفق لها ولا سكن، التي طلقت ثلاثا لا نفق لها ولا سكن، لحديث فاطمة الظاهر الصحيح الجلي المحكم الغير محتمل، قالت لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا نفق لك
ولا سكنة. فإذا كان هذا هو الراجح الصحيح بنص كلام المسلم فلابد من الرد وتوجيهات الأدلة التي استدل بها المخالفون. الأحناف استدلوا بقول الله تعالى فأسكنوهن، وأيضا الشافعية والمالكية استدلوا بنفس الحديث. نرد على الاثنين بدليل واحد، نقول هذه الآية لنا فيها توجيهان. التوجيه الأول السياق محكم، السياق محكم، قال الله جل في علاه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال ولا تخرجوهن، ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا الله جل في علاه قال لا تخرجوهن من بيوتهن، لمن؟ للرجعية ولا البائنة؟ للرجعية، لأن البائنة تخرج. هذه الرجعية لما لا تخرج؟ بينها الله جل في علاه بالتأكيد الآخر في السياق، قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. معظم المفسرين على أن إحداث الأمر أن يميل لها فيردها، يدخل عليها فيشتاق إليها فينظر إلى جمالها فيستدعيه ذلك إلى أن يردها. السياق محكم، سياق الآية قال الله جل في علاه ولا تخرجوهن من بيوتهن، وهذا لا يكون إلا في الرجعية. وقلنا ولما وما الحكمة، بيانها أيضا الله جل وعلا في السياق لعل الله يحدث بعد ذلك، وقالوا إحداث الأمر هو أن يردها، تستدعي رجعته بجمالها تتزين له، فلذلك لا تخرج من البيت. فالسياق هنا محكم، إذن الآية خاصة بمن؟ بالرجعية، فهي ليست في النزاع، ونزاعنا في المطلقة بائنا، فإذن الآية لا تساعدهم على ذلك. قلنا هذا التوجيه الأول. والتوجيه الثاني قلنا خذ بالعموم وارفض منا هذه القاعدة أن السياق محكم. قال الله جل في علاه أسكنوهن من حيث سكنتم، هذا عام في المطلقة بائنا والمطلقة الرجعية، فهذا عام. وعندنا حديث فاطمة بنت قيس كالشمس خاص، والقاعدة عند العلماء لا يتعارض عام مع خاص، يقدم الخاص. قلنا إذن هذا الحديث خصص عموم الآية في المطلقة ثلاثة، فالمطلقة ثلاثة لا تنزل تحت هذه الآية بصحيح حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها. هذا الرد على الآية. أما ما استدل به من الأثر من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، نقول أما ما قاله عمر بن الخطاب هو مذهب ذهب إليه، نعم، ومذهب عمر بن الخطاب قد عارض ما ذهب إليه نبي صلى الله عليه وسلم. من نقدم بالإجماع؟ نقدم عمر، لأنه ملهم، الملائكة تتحدث على لساني بالحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فج عمر. إذن فنحن نقدم عمر على أي أحد، لأن الملائكة خطأ وهم. من نقدم؟ من؟ ولما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما الدليل على تقديم النبي على عمر؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه. ابن عمر لما تكلم على سنية العمرة مع الحج المتعة قالوا له أبوك يقول غير ذلك، قال ما تعبدنا الله بقول أبي، تعبدنا بقول من؟ المعصوم الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب عمر مذهبا باجتهاد ولا اجتهاد مع النص، خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ به. قالوا طيب نستدل على النفقة باللزوم، قلنا هذا ليس بلازم، إذ المقدمة رفضت. إيش المقدمة؟ لها السكن، قلنا لا سكن لها. وقالوا أن النفقة لازمة للسكن، قلنا إذن لا سكن فلا نفقة، والتصريح جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عندنا من النظر الضرر يزال، أوقع بها الضرر في الطلاق، صحيح ولا لا؟ قلنا نعم، لكن نرد عليكم بهذه القاعدة بقاعدة أخرى. الضرر يزال حقا، لكن الضرر لا يزال بضرر، فأنت ستوقع على الرجل المطلق ضررا آخر، تكلفه السكنة وتكلفه النفقة. فإذا تسلم بذلك الأدلة، وأن المرأة المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة بحال من الأحوال. والأحناف يحتجون أيضا بقول الله جل في علاه وللمطلقات متاع بالمعروف، وقلنا هذه في المرأة التي لم ينصب لها المرء مهرا مسمى، لذلك جعل الشرع لها المتع، فهي ليست أيضا الآية في النزاع، فتسلم الأدلة عند الحنابلة ويكون الحق كل الحق مع الحنابلة، والمطلقة ثلاثا لا نفق لها ولا سكنة. المسألة الفقهية الثانية التي نأخذها من هذا الحديث العظيم هي مسألة التعريض، التعريض بالزواج.
قلنا النساء المطلقات لهم أحوال، مطلقة بائنة بينونة صغرى، معناها لابد نصدر الباب بحديث الباب، مطلقة بائنة بينونة كبرى، ينزل تحت البينونة الكبرى صغرى، حي هلا ينزل والله من حقكم، أنا ما بتكلمش الآن بالفرنسية ده عربي، المتوفى عنه الميت والتاني والمضروبة بالحديدة والتي ألقيت من الشباك. حبيبي أنا أقول مطلقة بائنة بينونة كبرى ينزل تحتها ما كان في إيش؟ في صورتها، منها المختلعة، إذ الراجح الصحيح أن الخلع فسخ وليس بطلاق، لا قل الخلع طلاق، قلنا أيضا طلاق الخلع طلاق بائن، يعني لا رجعة فيه، يبقى إذا مطلقة بائنة بينونة كبرى، ومعنى بينونة كبرى يعني لا رجعة له، لا يملك الزوج أن يردها، وهذا الصنف ينزل تحته المختلعة، وأيضا ها الملعنة، لما جيد لكن حقها لها. القسم الثاني والصنف الثاني المطلقة، المطلقة طلاقا رجعيا، أما المطلقة طلاقا رجعيا هو ينزل تحتها الثالثة المعقود عليها، المعقود عليها تأخذ نفس حكم المطلقة ثلاثة، يبقى عندنا صنف له ثلاث أجزاء، مطلقة ثلاثا بين بينونة كبرى، الثانية المختلعة، الثالثة المعقود عليها، المعقود عليها الصنف الثاني مطلقة طلاقا رجعيا. أما المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز بحال من أحوال خطبتها، ولا يجوز التقدم لها، ولا يجوز التعريض لها، من فعل ذلك بامرأة طلق زوجها وهو في طلاق رجعي ما زالت في العدة قد أتى إثما كبيرا وأتى حوبا كبيرا، لا يجوز بحال من الأحوال. وأما المرأة المطلقة ثلاثا هذه زوجها لا يملك أن يردها، والمختلعة سواء كان فسخا أو طلاقا لا يملك الزوج أن يردها، ممكن أن يدخل خاطبا، ممكن أن يدخل خاطبة، والثالثة المعقود عليها لو طلقها زوجها قبل أن يدخل بها فإنه لا يملك المراجعة. فهذه الأصناف الثلاثة يجوز التعريض لها بالزواج، يقال لها مثلا إذا حللت أذنيني، أو يقال لها مثلك لا يرد. المرأة الصالحة في البيت بركة، أعرف رجلا يريد زوجة صالحة لا تتخير عن مثلك، فيعرض لها بالزواج، وهي حين حالة كونها في العدة، ما لو فاتت العدة انتهى الموضوع التصريح لها. ولذلك قال الله جل في علاه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، وما الذي ألجأه يعرض، لأنها ما زالت في العدة. فيجوز التعريض للمرأة المطلقة بائنا أو مفسوخ العقد، يعني خلع أو معقود عليها، يجوز أن يعرض لها بالزواج، بس والمعقود عليها يجوز التعريض والتصريح، هذا الفارق، المعقود عليها إذا طلقت يجوز لها التعريض وأيضا التصريح. هذه المسألة الثانية تستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وما زالت في العدة، قال لها فإن حللت فآذنيني، وهذا تعريض على أنه يريد أن يزوجها، ففكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها، لذلك طمعت في هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت النية على أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الفقهية الثالثة التي تتعلق بهذا الحديث مسألة مهمة جدا، نظر المرأة للرجال الأجانب، نظر المرأة للرجال الأجانب، وهذه المسألة مستقاة من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأم شريك، ثم قال لا أصحابي يدخلون عليها، اذهبي إلى ابن عمك تجوزا، لأنه من نفس القبيلة، ابن أم مكتوم، رجل أعمى، يعني إيش رجل أعمى؟ لا يراك، فبين العيلة بأنه لا يراها، طب وهي؟ وهي تراها صحيح ولا لا؟ فإذا ما تكلم على المسألة العلة الثانية، العلة الأولى أنه أنت تأمنين عنده أنه لا يمكن أن يراك لو وضعت ثيابك، فقلنا هنا نظر المرأة للرجال ونظر الرجال للمرأة. أما نظر الرجال فالتحريم بالاتفاق، تحريم بالاتفاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن نظرة الفجأة قال اصرف بصرك، ما في خلاف. أما نظر المرأة للرجال فالمسألة فيها خلاف، أما الجمهور فيرون حرمة نظر المرأة للرجال، ويستدلون على ذلك بأدلة. الدليل الأول قول الله جل في علاه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، والدليل الثاني هو حديث وسامحوني إن سردت الإسناد بإيجاز لا بتطويل، والحديث عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة عندما دخل ابن أم مكتوم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا عنه لميمونة ولأم سلمة، فقالتا إنه إيش أعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميوان أنتما ألستما تبصراني؟ فلما قال أفعميوان أنتما يعني أنتما تنظران ولا يجوز النظر، قالوا هذا حديث صحيح أو قالوا حديث حسن، حسنه النووي وغير النووي حسن هذا الحديث، فاحتجوا به أيضا على عدم جواز نظر المرأة للرجل. واستدلوا بالنظر، قالوا الميل بين الرجل والمرأة يكون ميلا جبليا، لا يستطيع المرأة أن يتحكم في نفسه، المرأة تنظر للرجل فإذا نظرت له وجدت عينه العسلية شفتاه الصغيرة فمالت إليه فاشتاقت إليه، فتيل الشهوة نزع. فالمسألة وسيلة إلى أن تصل إلى المفاسد التي قد سد بابها الشر، هذا من النظر. وأما من الأثر أيضا من النظر قالوا بالقياس، قالوا نرد المختلف فيه على المتفق عليه. إيش المختلف فيه؟ إيش المختلف فيه؟ نظر المرأة. وإيش المتفق عليه؟ نظر الرجل للمرأة. فقالوا الرجل ينظر للمرأة بالاتفاق يحرم، والخلاف في نظر المرأة للرجل، نرد المختلف المتنازع فيه المتفق عليه، يخرج الحكم أنه لا يجوز نظر المرأة للرجل. وهذا قول الجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف. وأما أحمد روايتان، والشافعية روايتان أيضا، الرواية الثانية عن أحمد والشافعي قالوا بجواز النظر، لكن المعتمد في الشافعية أنهم قالوا بعدم الجواز، قالوا بجواز نظر المرأة للرجل بقيد وشرط، أن يكون النظر نظرا عاما وألا يكون بشهوة، أن يكون النظر نظرا عاما وألا يكون بشهوة، فإن اشتهت فلا يجوز بحال من الأحوال. فإذا القيد هذا أو الشرطان نقول عنهما يساوي الشرط الأول مع الشرط الثاني الأمان من الفتنة، إن أمنت الفتنة لها أن تنظر نظرا دون التدقيق. وهؤلاء لهم أدلة، من الأدلة نفس الآية التي استدل بها الجمهور، قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن. خطأ، استغفر الله، ليس قرآنا هذا. إيش القرآن؟ يغضضن من؟ قالوا هذا من تبعيضية، فيجوز إذا نقول هنا من تحمل على الفتنة، فإن أمنت الفتنة قلنا يجوز النظر، فهذا من هنا تبعيضية، يبقى بعض النظر هو المحرم وهو النظر بالفتنة يحمل على الفتنة. واستدلوا أيضا بحديث الباب، فاطمة بنت قيس قال لها اعتدي عند ابن أم مكتوم، وعلل المسألة بأنه لا ينظر إليها، أمنت أن ينظر إليها ولم يكلمها على نظرها، لو كان نظر فاطمة يحرم أن تنظر إلى ابن أم مكتوم لقال لها السلام ولا يجوز لك أن تنظري له أو احتجبي عنه أو لا تنظري له. لما لم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك علمنا بجواز النظر، وإلا فإن فاطمة لابد أن تنظر عندما يدخل ويخرج، لابد أن تنظر له، لابد أن تنظر له. وأيضا يحتجون بحديث الفضل، الفضل بن عباس كان رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فلما كان رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة خصعمية جميلة فنظرت إلى الفضل ونظر الفضل إليه وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجه من؟ بالخثعمية، أخذ الحجاب الخمار فشدها من الخمار حتى تستدير، صح؟ لا، أخذ بوجه من؟ بوجه الفضل، فأشاح بوجه وأنكر عليه فعلا هو الآن. فممكن أن نقول ما أخذ بوجه المرأة لأنه لا يجوز مس المرأة أجنبية، ثم ينكر عليها بإيش؟ بالقول، يقول لها استديري لا تنظري إليه، وهل يستحي النبي صلى الله عليه وسلم من الحق؟ لا. فلما لم يأمرها بذلك علمنا أن الحرمة على الرجال لا على النساء. من ذلك أيضا الحديث الذي في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت قد استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وخدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إلى الحبشة يلعبون بالحربة في المسجد، وهي تنظر، وهؤلاء الحبشة كانوا إيش؟ كانوا إيش؟ جنون ولا كانوا رجال؟ رجال. وكانت تنظر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها انتهيتي انتهيت، تقول لا، وكانت تريد أن تظهر مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه أدلة ظاهرة. ومن النظر قالوا نحن نقول ما منع سد للذريعة أبيح المصلحة الراجحة، أو قالوا هذه منعت الحاج، قالوا نحن نقول إن قلتم من النظر أنها سد للذريعة نقول إن كانت ذريعة لسدها النبي صلى الله عليه وسلم، الذريعة فقط عند الفتنة، فإن أمنت فليست بذريعة وتفتح ولا تغلق. هذا بالنسبة للنظر. الراجح
من القولين هو قول المحققين من الحنابلة والرواية عن الشافعية أنه يجوز النظر نظر المرأة للرجال، لا سيما وأن أفضل من أفضل نساء العالمين فعلت ذلك ألا وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أما ما استدل به القول من الآية فالآية قلنا خاصة في الفتنة، فإن أمت الفتنة فقد انتفت العلة فينتفي الحكم. وأما الحديث فهذا الحديث لا يصح، الحديث ليس بصحيح، قد انفرد الزهري في رواية عن نبهان، وبعض العلماء قالوا فقط الزهري هو الذي روى عنه فهو في حد الجهال كما قال ابن عبد البر وغيره، فهو جاء مجهول، فإن كان مجهول مجهول الحال ومجهول العين الإسناد يضعف بذلك. قال بعضهم لا ليس مجهولا، لهو ليس مجهول العين، قد روى عنه الزهري وروى عنه محمد بن عبد الرحمن آل طلحة، فهنا إسناد روى عنه فرفعت جهالة العين، أحسن تبقى لنا جهالة الحال. قالوا وجهالة الحال مرفوعة قد ذكره ابن حبان في الثقات. قلنا دققوا عند المحققين، نحن لا نقول بالتساهل وغير التساهل، لا نتجرع على العلماء، لكن نقول دققوا وفرقوا بين ذكره ابن حبان في الثقات وبين وثقه ابن حبان. ما نقلنا توثيقا، هو ذكره وذكره ليس توثيقا له، على الغالب ليس توثيقا، وإلا فقد ذكر بعض المجاهيل ولا يكون هذا توثيقا له. فالصحيح الراجح أن هذا الحديث حديث ضعيف، حديث نبهان مولى أم سلمة حديث ضعيف، ولو صح له توجيهات. التوجيه الأول نقول هذا خاص بمن؟ بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث جاء خاصا في أم سلمة وميمونة، ولما جاءت فاطمة ما أمرها بما أمر به ميمونة وأم سلمة، لا سيما وأن مقام أمهات المؤمنين أرفع من مقام غيرهن. فهذا التوجيه الأول. والتوجيه الثاني نقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان أمرا على الاستحباب ليس على الوجوب، أمرا على الاستحباب. التوجيه الثالث قلنا ظاهره التعارض ولا نستطيع الجمع، قدمنا الأصح على الأضعف، والحديث في الصحيحين حديث عائشة في الصحيحين وحديث فاطمة بنت قيس صحيح مسلم الآن وهو في صحيح مسلم والبخاري فهو في الصحيحين، فيقدم ما اتفق عليه الشيخان بما رواه أهل السنن، فهذا أيضا التوجيه الثالث. إذن المسألة هذه الراجح فيها يجوز نظر المرأة للرجال نظرا عموما دون التدقيق وأيضا دون شهوة عندما تأمن الفتنة. المسألة أي قياس؟ نعم أحسنت. أما ما استدل به الجمهور بالقياس قياس الرجل على المرأة قلنا هذا القياس ممنوع بالفارق، هذا القياس ممنوع بالفارق. كيف فرقتم؟ يردون علينا كيف فرقتم وأنتم ليل نهار تدندنون وأخربتم أعقولنا وأسماعنا بحديث أبي داود النساء شقائق الرجال في إيش؟ في الأحكام. قلنا نعم فرقنا بما فرق الشر ونحن ندور مع الشرع حيث ضار، فرقنا حين فرق الشر وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنظر ولفاطمة أن تنظر ولم ينكر على الخثعمية، فلما فرق الشر فرقنا ودرنا مع الشرع حيث ضار، فيكون القياس هنا قياس مع الفارق وهذا من طوادح القياس. المسألة الأخيرة هي مسألة الكلام في الشخص أو الغيبة، الكلام في الشخص عند الاستشارة أو عند رفع المظلمة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أبو جهل فكان لا يترك العصر، وقال أما معاوية فصعلوه، صح ذلك لأنه موضع استشارة والمستشار مؤتمن، فلما كان مؤتمنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها عند المفاضلة أن معاوية أفضل من أبي جهل وأفضل من أسامة، أفضل من معاوية وأفضل من أبي جهل. فإذا هذه المسألة تبين لنا أن المستشار مؤتمن، حتى ولو قدح في الآخر لابد أن يبين ذلك، على تقييد من العلماء قالوا يظهر لو يعرف فيه عيوبا كثيرة يظهر عيبا واحدا يجعلها تنفر منه فقط، لا يكثر من الكلام عليه حتى لا يقع في الغيبة المحرمة. فرع عن هذه المسألة ألا وهي جواز الطلاق غيبا مع الوكالة، أيضا جواز الوكالة في الطلاق وجواز الطلاق غيبا، وطبعا هنا يحدث برسالة التليفون الموبايل، إذا بعث إليها قال لها أنت طالق. هذه المسألة اختلف فيها العلماء وهي مسألة الطلاق بالكتابة، والصحيح أن الكتابة قلم أحد اللسانين تطلق، وإن كان مسافرا فأخذ التليفون وقال أنت طالق لأخيه، قال امرأة أو قال لأخيها امرأتي طالق أختك طالق فقد طلق. ولو قال لأحد في بلد أخرى طلقت امرأتي وسافر إليها فقال طلقك يقع الطلاق بذلك، فالطلاق الغائب يصح والمسألة لا
يشترط فيها أن تكون متواجدة عندما تطلق. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الجليل أولا، وعندنا طبعا مسألة أخرى، مسألة المتوفى عنها ومسألة الطلاق ثلاثا هل يقع واحدا أم لا، لكننا أرجعناها لأن هناك حديث خاص بالطلاق الثلاث. الفائدة المستنبطة الأولى، لولي الأمر أن يشير بالخير ويوفق بين المتماثلين، وهذا من باب المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن تمام المسؤولية أن يوفق بين المتماثلين كما قال لفاطمة بنت قيس انكحي أسامة، وهذا إرشاد من ولي الأمر إلى خير الرعية، وهذه دلالة واضحة جدا أن من الواجبات على ولي الأمر أن يسعى سعيا حديثا في وصول الخير إلى الرعية، وعلى الراعي أو على الرعية أن تسمع وتطيع، هذا ما لهم وما عليهم، ما عليهم لابد أن يؤدوه، وما لهم إذا منعوا منه لابد أن يسألوا الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، قال اعطي أدي ما عليك وسل الله مالك. فمن الواجبات التي سيسأل عنها ولي الأمر أن يسعى سعيا حثيثا لوصول الخير إلى الرعية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، السنة حجة بذاتها لا ترد بقول أحد كائنا من كان ولو كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثالثة، الفلاح في المآل بالاستسلام التام لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. عندما قالت أسامة أسامة قال انكحي أسامة طاعة الله ورسوله خير لك، قالت فاغتبطت به، فكان المآل لها من السعادة للاستسلام أولا. لذلك بعض الصوفية الذين كانوا على حق، يعني الصوفية الحقة، قالوا كلاما بديعا من ذهب، قالوا إذا كانت المقدمة مشرقة أو قالوا إذا كانت المقدمة محرقة فالنتيجة مشرقة، يعني إن كنت مخلصا مجدا في المقدمة فالنتيجة تكون مشرقة. الفائدة الرابعة، ليس من الخير ضرب النساء، هذه من الصفات التي يسقط فيها الزوج، بمعنى إذا أرادت المرأة أن تتزوج لابد أن تبحث عن أصحاب الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال في حقها هي إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والضرب ليس من الكمالات في الخلق، ما أقول سوء خلق، ليس من الكمال في الخلق، وإلا فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الضرب، الضرب غير المبرح. فلذلك نقول ضرب النساء ليس من الخيرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بعدما أباح ضرب النساء فضربوا النساء، ثم جاء النساء يشتكين للرسول الله فمنع الضرب، فجاءوا بعد ذلك الرجال فقالوا زائرنا النساء، ما في كل واحد يدخل ما يستطيع يتكلم، زائرنا النساء، فأباح لهم الضرب وقال وليس بخيركم من يضرب النساء. الفائدة الخامسة، جواز فسخ عقد النكاح مع الإعصار، جواز فسخ عقد النكاح مع الإعصار، بمعنى الرجل إن لم يستطع أن ينفق على زوجته لها أن ترفع عليه قضية الطلاق ولها ذلك وليست بآثمة، جواز فسخ النكاح مع الإعصار. من وين هذه؟ أحسنت، لكن لما تسرعت لن أتركك النهاردة إن شاء الله. جيد، هو صحيح تستنبط من معاوية، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، لكن أنا أقول المسألة هذه أقول لها إن كان تقيا نقيا فاصبري ثم اصبري ثم اصبري، نجاتك بيد هذا الرجل أو بسبب هذا الرجل، الرجل الصالح بركة كما أن المرأة الصالحة بركة. الفائدة السادسة، نعم، ليش منعها من معاوية؟ قال أما معاوية فصعلوه ثم علل امتنع من الزواج منه لما؟ ما عنده مال. طيب طيب إذا تزوجته وما استطاع أن ينفق، لما قلنا من الابتداء يصح الرد فيه، فالاستدامة أضعف من الابتداء، فإن كان الابتداء جازم لها ألا تتزوجيه، فالاستدامة أضعف في هذه الحال، وليس الأمر على الاضطرار، هذا الراجح الصحيح. والأمر الآخر من أجل الضرب، وقلنا ليس من الكمالات، كيف الضراب ترفع، نعم إن كان ضرابا للنساء لها أن ترفع عليه قضية الطلاق. تعرف أحدا كذلك؟ ما أنت سؤالك هذا ما يأتي إلا بأن في واقعة عندك، تعلم خلاص اجعلهن كلهن يطلقن، لن تجد بيتا مستقيما. نعم، الفائدة السادسة، جواز اجتماع الأجنبي مع الأجنبي أو البيتوتة عنده، هذه تفيدنا حتى لا نتصور تصورا بعيدا، رجل مع زوجته
وعنده غرفة أخرى وأخوه، أخوه بالنسبة لزوجتي إيش؟ محرم. أموت؟ الحم والموت، الحم والموت إيش محرمات؟ أجنبي صحيح؟ يمكن أن يكون معها في نفس المكان والرجل في الخارج؟ نعم، إن كان لها غرفة مستقلة وتغلق عليها الباب وهو لا ينفرد بها ولا يخلو صح ذلك. من وين استنبط هذه؟ فاطمة بنت قيس عند من؟ عند ابن أم مكتوم. نعم. الفائدة، وأيضا هناك مسألة جواز الخطبة على الخطبة، مع أن هناك نهي، وهذا قد سردنا وفصلنا القول فيه في الكلام على الخطبة، على الخطبة في مسألة النكاح. تذكرون؟ اعطوني الراجح من المسألة يا سمو الصح، شو انت داخل غلط على طول. الخطبة على الخطبة، دعك من المآل الآن. قلنا تجوز، تمنع، وقلنا تجوز، يبقى جمعنا بين النقيضين، نقول تجوز إن لم ترد المخطوبة على واحد منهما، يعني جاءها زيد وجاءها عبيد وعمير، فهي لم ترد لا على زيد ولا عبيد ولا عمير، يصح أن يأتيها محمد أيضا ويأتيها ناصر أيضا وأحمد أيضا. لماذا؟ لأنها لم ترد، وهذه ليست خطبة على خطب، ما زالت المميزة. الفائدة السابعة، جواز سماع صوت المرأة. بعضهم يستدل بها على أن صوت المرأة ليس بعورة، جواز سماع صوت المرأة، وهذا لها أدلة كثيرة، منها أن فاطمة تكلمت مع النبي تستفت فسمعها وهي أجنبية، وأيضا إذا كانت عند ابن أم مكتوم فسيسمعها ابن أم مكتوم، فاستدلوا بها على أن صوت المرأة ليس بعورة، وأنه يصح للأجنبي أن يسمع صوت الأجنبية إن كانت تستفت، إن كانت تتصل به وتكلمه على الاستفتاء، وهذا راجح صحيح. أما قول سلم المرأة عورة، هذا على الغالب، هذا على الغالب. فإن كان الصوت يسمع من خلف ستار، يعني كما قال الله جل وعلا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، إن كان من وراء حجاب فلا شيء في ذلك البتة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت كما قال بعضهم لما سرد أبو هريرة الحديث قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد ذلك وتكلمه، وأيضا كانوا يسألونها كما يأتي عروة وغير عروة ومسروق ويسأل عائشة وهي ترد عليه رضي الله عنها وأرضاها. هذه آخر الفوائد المستنبطة.